اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخارجية اليوم بمجلس النواب لمناقشة عدد من المراسيم والقوانين التي ستطرح تحت قبة البرلمان، حيث تم عرض آلية اللجان في بداية كل اجتماع والتصديق على المحاضر السابقة. كما قدمت اللجان أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني بمملكة البحرين. في مطلع العام الجديد وفي مستهل اجتماعات لجان مجلس النواب، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مرسوما بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومرسوما بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وتعديل بعض أحكام قانون البلديات. واستعرضت اللجنة الاقتراحات برغبة، وكانت بشأن إلغاء تحويل المتأخرات والمبالغ المستحقة نظير خدمات الكهرباء والماء إلى أبناء المتوفي لهيئة الكهرباء والماء، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء شرط الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلب الخدمة الإسكانية، وعدد من المقترحات البلدية. لجنة المرافق طبعا اجتمعنا اليوم، فيه عدة نقاط، نقاط اللي استلزمنا فيها الأمر حولناها على بعض اللجان اللي تأخذ فيها بعض البحوث، وفي شيء طلبنا من اللجنة تحويلها إلى الجهات المعنية خارج المجلس للاستئناس برأيهم وأخذ المواضيع بعين الاعتبار. طرقنا اليوم حول موضوع السفن البحرية وآلية شلون أنها تتسجل وعند أي جهة تختص فيها. طرحنا النقاط هذه إلى لجنة التشريع حتى تفيدنا بما فيها من آلية قانونية نقدر نتخذ فيها قرار إن شاء الله. من جانبها، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مرسوما بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قررت اللجنة الاستئناس برأي وزارة الداخلية ووزارة المالية تمهيدا للوقوف على الرؤية النهائية ووضع التوصيات إزاء التعديلات. كان جدول الأعمال يحتوي على عدة نقاط، أهم نقاط فيها كان مشروع مرسوم بقانون، مناقشة مرسوم بقانون كان مقترح من الحكومة أثناء غياب المجلس بشكل استعجال، فنظرنا هالمشروع وناقشنا نقاطه وارتئينا نشوف مرئيات الوزارة المعنية والجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا المشروع. المرسوم قانون نص على استبدال بعض الكلمات في قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، من ضمنها استبدال اسم وزير المعني، ومن ضمنها نقل صلاحية إصدار القرارات من وزير المالية إلى وزير الداخلية، ومن ضمنها حذف مادة من فقرة من مادة معينة تتعلق بالكفاح المسلح وما آخره للشعوب والذي أحيانا يصنف كإرهاب. يذكر أن اجتماعات اللجان التابعة لمجلس النواب بشتى مجالاتها تعقد بشكل دوري، وذلك لمتابعة كل ما يطرح وسيطرح تحت قبة البرلمان للخروج بأهداف وطنية تساهم في رفعة دولة المؤسسات والقانون.